تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إطار جهود الأجهزة الأمنية للمكافحة الفعالة للقضاء على تجارة المواد المخدرة، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي خلال محاولة جلب وتهريب 296 تربة من مادة الحشيش لداخل البلاد عبر ميناء نويبع البحري، مخبأة داخل مخازن سرية معدة بشاحنة نقل قادمة من إحدى الدول العربية، والمفروض إن مستنداتها بتقول إن هي شحنة مواد غذائية. نجاحات تسطرها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إطار تصديها الحاسم لمهربي المخدرات مهما كانت أساليبهم لإخفاء بضاعتهم. فهنا أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد التشكيلات العصابية بجلب وتهريب كمية من مادة الحشيش داخل البلاد عبر ميناء نويبع البحري داخل مخازن سرية معدة بشاحنة نقل وقادمة من إحدى الدول العربية مشمولها المستندي المشروع مواد غذائية، وتمكنت الإدارة من رصدهم، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهداف الشاحنة المشار إليها، ما أسفر عن ضبطها وقائدها وهو أحد عناصر التشكيل، وعثر بداخلها على 269 تربة لمخدر الحشيش، واعترف بجلبه للمواد المخدرة بقصد ترويجها داخل البلاد لصالحه وباقي عناصر التشكيل. لتؤكد هذه الضربة من جديد أن مصر عصية على مهاربي المخدرات بفضل يقظة أجهزة مكافحة المخدرات.